من المتوقع أن تزحف كتائب القذافي باتجاه إجدابيع. وجاء ذلك بينما كان سكان إجدابيع يحتفلون ابتهاجا بتحريرها من قبضة القذافي، ونصب الأهالي نقاط تفتيش على مداخل إجدابيع التي تبعد 750 كيلومترا شرق العاصمة طرابلس بمحاذاة ساحل البحر الأبيض المتوسط. كما نرى هذه الصور خاصة بالجزيرة، ونشاهدها مباشرة من إجدابيا ومن البريكة القريبة من إجدابيا. ينضم إلينا الصحفي فرج المغربي. فرج، هل استعاد الثوار بالفعل السيطرة على البريكة؟ فرج تسمعني؟ نحن انتظار الاتصال بالصحفي فرج المغربي، وهو موجود في البريغا. كما ذكرنا، كانت كتائب العقيد القذافي قد تمكنت من السيطرة على البريغا، ولها أهمية خاصة بسبب بئر النفط الموجودة فيها، وهي كذلك مصفاة للنفط، في رغبة كما يبدو من نظام العقيد القذافي بأن تكون لديه ورقة مهمة فيما يخص البريغا ويخص النفط، سواء كان ذلك فيما يخص الداخل، بحيث أن المدن الشرق التي توصف بأنها محررة من قبضة القذافي أيضا يمكن أن تمد بالنفط من مناطق مثل البريغا، وكذلك في حديث إلى الجهات الغربية بأن مناطق حساسة تتعلق